أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرسل فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. نقرأ في المدى: مجلة أمريكية، تركيز العباد على محاربة الفاسدين قد يوقعه بمواجهة صعبة. وفي العرب الجديد: العراق، المالكي يستميل هادي العامري لتحالف يعيده إلى السلطة. ونقرأ في موقع الهيئة: القسم الإغاثي يقدم مساعدات إنسانية للنازحين في ديالة، وفرع الحويجة يدعم المهجرين. وفي الزمان: الأمم المتحدة، 100,000 نازح يعودون إلى ديارهم شهرياً. نطالع في الشرق الأوسط: النظام السوري يعزل دوما عن الغوطة ويستمر في تقسيمها. نتصفح في الحياة: لودريان، القيادة الإيرانية لن نقبل الانتشار الباليستي وتهديد حزب الله. وأخيرا وليس آخرا، نقرأ في القدس العربي: ترامب، محادثات كوريا الشمالية قد تفشل أو تحقق اتفاقا عظيما. أهلا بكم. المسيحيون انتحروا على المدى، يقول حسين، منذ أعوام يتنافس ساسة البلاد على الحديث عن مآثر المسيحيين وعن التغني بخصالهم وعن حق المواطنة، ونجد السياسي العراقي ما أن يصحو من النوم حتى يبادر بكتابة بيان يستنكر فيه الجرائم التي يتعرض لها المسيحيون، لكنه يغسل يديه كلما صافح مواطنا مسيحيا، ونجده يتعوذ ويستغفر كلما تحدثت نائبة أيزيدية. هذا ما أشار إليه حسين في مقالة بصحيفة المدى. منذ سنوات ومسيحيو العراق هجروا من بيوتهم بسبب خطاب يومي منفر مخيف مقزز غاضب وثأري وازدرائي وكاره لكل ما حوله. منذ سنوات والبلاد تجرد من آخر مسيحييها عنوة بأوامر من أمراء الطوائف تحت بصر وسمع الحكومة وقواتها الأمنية. وحين يخرج مسؤول عراقي ليقول إن 70% من أملاك المسيحيين تم الاستيلاء عليها من قبل أحزاب متنفذة، وإن هذه الجهات المتنفذة زورت الملفات والعقارات والسندات والطابو لتستولي على دور وبيوت المسيحيين وسط العاصمة بغداد، يخرج علينا مسؤول مؤمن آخر ليقول: اتقوا الله، هل نحن داعش حتى نسبي أملاك الغير؟ وعندما تصدر كتلة نيابية تمثل المسيحيين في البرلمان بيانا صريحا تقول فيه إن جماعات خارجة على القانون وأحزابا متهمة بالاستيلاء على منازل المسيحيين وخطفهم وتهديدهم في العاصمة بغداد، يخرج عليها من يقول بملء الفم: لا يوجد أي تطهير عرقي للمسيحيين في العاصمة. وتباً للمدنيين الذين يصرخون من أجل حماية الأقليات ولا يدرون أن إرضاء الشيخ عامر الكفيشي وظهوره كل جمعة أهم من موت مواطن مسيحي أو صابئي قرر أن ينتحر بإرادته. الكاتب يقول إنه بالتأكيد ما يقوله السياسي العراقي هو عين الصواب، فحتما لا يوجد تطهير عرقي للمسيحيين، ولنريح أنفسنا، المسيحي هو القاتل، وهو مواطن لا يريد أن يفهم أننا دولة مؤمنة لا مكان فيها إلا لمن يدفع الجزية. فما الحل إذن؟ عصابة ليلية أو رصاصة تزيل أقدم سكان هذه البلاد، وبعد أيام يغلق الملف بلا أدلة وضد مجهول. ما يجري في العراق من سرقات علنية يذكرنا بحكاية اللص الأمريكي ماكارثر ويلر الذي سطى على بنك بيتسبرغ في
في العام 1995 وقبل ارتكاب جريمته وضع عصير الليمون على وجهه ظنا منه أن العصير سيساعده في الاختفاء عن كاميرات المراقبة. دكتور جاسم الشمري يقول في موقع عربي 21 إن هذه الحكاية تقودنا للواقع المؤلم في العراق، حيث إن كبار اللصوص يتحدثون أمام الكاميرات عن النزاهة والشرف وحفظ المال العام، وكأنهم بهذه التصريحات يمكن أن يختفوا أو يفلتوا من العقاب القانوني وأن يغيروا من حقيقة النهب الحاصل والمستمر في ثروات البلاد. السرقات في العراق لها علاقة وثيقة بالميزانيات الخيالية المقرة في البلاد من العام 2003، والتي تجاوزت أرقامها الرسمية 1000 مليار دولار. ولهذا فإن أي ميزانية جديدة تقر في العراق فهذا يعني أن مناسبة جديدة أو فرصة ذهبية جديدة قد أتيحت لنهب المال العام واللعب به. الأموال المنهوبة في العراق اعترف بها وزراء سابقون في الحكومة. هذه الاعترافات الصريحة وغيرها تؤكد أن في العراق موجات قاتلة من الفساد المالي، والتي ستبقي البلاد في حالة خراب دائم، ومشاريع وهمية مع استمرار الثراء الفاحش لغالبية المسؤولين في السلطات الثلاث، بعيداً عن لغة الأرقام المذهلة التي تؤكد حجم السرقات التي لم تماثلها كبرى السرقات في التاريخ البشري. وبغض النظر عن هيئات الرقابة والمحاسبة والنزاهة الرسمية التي لم تؤدي الواجب الوطني المطلوب منها، فإن الحديث عن مكافحة السرقات في العراق يتطلب السعي لتأسيس هيئة إحياء الضمائر الميتة لتدريب المسؤولين في الدولة على حقيقة مهمة، وهي أن السلطة ليست باباً للثراء غير الشرعي، بل هي أمانة ثقيلة يكون فيها المسؤول ممثلاً للشعب. الكاتب يختتم مقاله بالإشارة إلى أن الأرقام المسروقة في العراق لم يعد لها أي معنى، لأن القضية هي في من سيحاسب الفاسدين وسراق المال العام. هذا هو الألم المستمر الذي لا نعرف ما هو علاجه. مستفز هو مشهد وزير النفط في العراق جبار اللعبي، وهو يقف بين يدي ممثل شركة النفط البريطانية ذليلا بعد توقيع عقد تطوير نفط الشمال كركوك جنة بريطانيا المفقودة. ولا سمر أي ترى في صحيفة العربي الجديد أن قطاع النفط والغاز فتح منذ 2003 لكل الشركات الناهبة، تقرر هي وجودها وتفاصيل عملها، فقد أصبح هذا القطاع خانجغان كما يقول الممثل العراقي، وعلى صورة الفوضى الخلاقة التي تدر على المحتلين وأصدقائهم المليارات من سرقة البلد وتدميره. مجلس النواب صوت على قانون النفط واعتبر نافذاً اعتباراً من إقراره، فلم يتحرك ولا قيد أنملة من هرج برهن سيادة البلاد، بل أصبح يدافع عن الحكومة التي أصدرت هذا القرار وغيره من القرارات المخلة، ليس فقط بسيادة العراق بل بتدميره وبيعه للأجنبي، كما يحصل في قطاع النفط والغاز منذ غزو العراق ومن دون انقطاع، لأن شركات النفط عادت من جديد إلى الجنة التي طردت منها. ولا يبدو أن لحكومة المنطقة الخضراء كلمتها فيما تقرر هذه الشركات، فكلها تصول وتجول تدخل إلى العراق هنا وهناك من دون موانع، فهي السيد وما عداها هم موظفون مطيعون ينفذون الأوامر فقط. ليس ذلك فحسب، بل شهدت وزارة النفط نهباً وسرقات استثنائية من خلال عقود التراخيص والشركات الوهمية التي تحول مليارات إلى الخارج أو إلى إيران بعمليات نصب واحتيال بالصوت والصورة، كما حدث في عهد وزير نفط سابق عرف بكذبه وبأقواله عن تصدير الكهرباء الممنوع صرفها في العراق منذ دخول القوات الغازية، فلا هو حقق للعراق طاقة كهربائية ولا صدر إلى الجيران أو دولة خارجية. الكاتبة تقول إنما جرى للمؤسسات النفطية العراقية منذ سنوات لا يوصف،
ولم يحدث في أي مكان في العالم، لكنه حدث على أيدي موظفي الاحتلال. وتتساءل الكاتبة كيف لحكومة مهما كانت أن تسمح ببيع قطع أكبر مصفى للنفط في الشرق الأوسط وهو مصفى بيجي ونقلها إلى جارة الإرهاب بتواطؤ من موظفي الأحزاب السياسية، حتى أن العراقيين شهدوا بيع أجزاء كبيرة من المصفى في أسواق الخردة لتنتهي حياة هذا المرفق المهم من مرافق النفط والغاز في العراق بهذه الصورة وبهذا الشكل. بوسع الشبيحة ومعهم بعض أدعياء الحياة في المشهد السوري، يعني يحدثون عمليا عن النفاق الدولي الذي يتجلى في الغوطة الشرقية والذي يخشى برأيهم من سيطرة النظام على أهم جيوب المعارضة في محيط دمشق أكثر من حرصه على المدني، ويكررون حديثهم عن سياسة الأرض المحروقة التي استخدمها الأمريكان أيضا في الرقة ودير الزور والتي لم تجد من الإدانة ما وجده هجوم النظام وحلفائه على الغوطة. ياسر الزعاتر يقول في صحيفة الدستور الأردنية أن التورط في تبرير قتل الأبرياء بصرف النظر عن هوية السلاح ونوعيته فهذا يعني منتهى السقوط الأخلاقي. لم يقل لنا أولئك الشبيحة ما الذي فعلته الإدانات الدولية حقيقة للناس في الغوطة، وهل تحول الأمم المتحدة إلى وكالة أنباء تحدثنا يومياً عن عدد الأبرياء الذين قتلوا يغير شيئاً في الوضع على الأرض؟ ما ينساه كل أولئك أن القوى الكبرى لم تختلف على بقاء النظام، وما إداناتها للقتل هنا سوى مدارات لسوءاتها أمام الرأي العام الذي يرى الموت متلفزاً كل يوم. صحيح أن سوريا تتحول الآن إلى ساحة صراع بين الولايات المتحدة وبين روسيا، لكن ذلك لم يكن ذنب الشعب الذي ثار طلبا للحرية والكرامة، بل ذنب المجرم القاتل ومن ورائه القاتل الأكبر خامنئي الذي عجز عن حماية النظام فاستدعى الروس، فكان أن جاءوا بموافقة صهيونية وبصمت أمريكي قناعة بأن سوريا ورطة وليس متكئا لمزيد من النفوذ والتوسع، ولأجل إطالة أمد الحرب لاستنزاف الجميع. سوريا مجزرة القرن التي تواطأ على دماء شعبها الجميع، وكل التفاصيل الأخرى ليست مهمة بدءا من قصة الإرهاب الذي صنعه النظام بيديه عبر قرار عسكرة الثورة وإخراج الجهاديين من السجون، وليس انتهاء بتحولها إلى ساحة لصراع دولي. الكاتب يقول إن السوريين خرجوا إلى الشوارع كجزء من الربيع العربي ومكثوا شهورا يبذلون الدماء في الشوارع قبل أن يطلق أي منهم رصاصة واحدة. كل ذلك سينساه الشبيحة بكل أطيافهم وسيركزون على تفاصيل جديدة لتبرير سقوطهم الأخلاقي وسقوط شعاراتهم بين أشلاء الأطفال السوريين الأبرياء، بدءا من الطفل حمزة الخطيب قبل الرصاص وانتهاءا بآخر طفل يقضي تحت الأنقاض في الغوطة. قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في افتتاحية لها أنه ومع فتور العلاقات بين واشنطن وموسكو فإن أفضل ما يمكن أن يفعله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف نزيف الدم في سوريا هو أن يطلب من القادة العرب الذين سيلتقيهم هذا الشهر استخدام نفوذهم لدى روسيا بأن تتحرك لتحقيق ذلك. الصحيفة أوضحت في افتتاحيتها أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ظل صامتاً بشأن المذابح التي ترتكب في الغوطة الشرقية، رغم زعمه السابق أن علاقاته الوثيقة بروسيا رغم تدخلها في الشؤون الأمريكية هي جزء من نهج جديد للعمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول الأمن القومي الأمريكي. وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب كان في بداية رئاسته العام الماضي يلقي المسؤولية على الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في استمرار استخدام نظام الرئيس السوري بشار الأسد الأسلحة الكيميائية
واعتبره فاشلا في تنفيذ تهديده عندما وضع خطا أحمر للأسد عام 2013. وقالت الصحيفة إن ما اتضح حاليا هو أن ترامب شن ضربته الصاروخية على خان شيخون قبل 11 شهرا، إما بدون تخطيط أو بدافع أن يكون مختلفا عن أوباما، لأن نظام بشار الأسد استمر في استخدامه الأسلحة الكيميائية وبحجم أكبر وأكثر تعقيدا مما قبل ضربة خان شيخون دون أن يحرك ترامب ساكنا ضده. الصحيفة تختتم افتتاحيتها بالقول إن العمل العسكري لم يكن في أي يوم من الأيام علاجا للحروب، وكان أحيانا خيارا خاطئا، مضيفة أن كل من أوباما وترامب مخطئان، فالأول اعتمد بشكل شبه كامل على الدبلوماسية، بينما اعتمد الثاني بشكل شبه كامل على القوة، مؤكدة أن التهديد الصادق باستخدام القوة يجعل الدبلوماسية وسيلة أكثر فعالية. نشرت صحيفة الغارديان البريطانية مقالا حذرت فيه من مخاطر وقوع كارثة كبرى بسبب اعتقال كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أنهما سيربحان من مفاوضاتهما. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا اللقاء من شأنه إعطاء شرعية حفظ ماء الوجه الذي يتوق إليها الكوريون الشماليون. الصحيفة أوضحت أن الرجلين كانا قبل أشهر قليلة يتبادلان التهديد، وها هما الآن على وشك الجلوس معا على طاولة واحدة، وهي لحظة تنذر بالخوف، بل قد تكون أكثر اللحظات إثارة للمخاوف على مدار التاريخ. كما تؤكد الصحيفة أنه إذا نجح الأمر فإن ذلك قد يمثل إنجازا كبيرا، لأن الحرب في شبه الجزيرة الكورية لم تنتهي رسميا حتى الآن، بل كل ما في الأمر أن هناك هدنة انتهت ولم يقم بعدها أي طرف بشن الهجوم على الآخر، وسيكون من شأن هذه الصفقة أن تنهي الحرب رسميا. تضيف الصحيفة أن الخطورة هي في أن كل واحد من الرجلين يعتبر أنه حقق انتصارا على الآخر بإجباره على الجلوس على مائدة التفاوض، وبالتالي ستقود هذه النظرة كلا الرجلين للدخول إلى المفاوضات بنظرة استعلائية، ما قد يؤدي إلى انهيارها ووقوع كارثة. وتشير الصحيفة إلى أنه لا يوجد شيء رسمي حتى الآن، فزعيم كوريا الشمالية لم يوجه دعوة مكتوبة لترامب، بل اعتمد الأمر على تصريحات مستشار الأمن القومي لكوريا الجنوبية، ومنذ هذه التصريحات تلتزم بيونغ يانغ الصمت، ولم يصدر منها أي تصريح، ما يجعل الأمور أكثر غموضاً. وتختتم الصحيفة البريطانية بالإشارة إلى أن صفقة ترامب مع كيم ليس من شأنها سوى مساعدة نظام كوريا الشمالية على البقاء وإعطاء شرعية حفظ ماء الوجه الذي يتوق إليها الكوريون الشماليون، مشيرة إلى أنه سواء تمت الصفقة أم لم تتم فإن مجرد عقد القمة من شأنه أن يكسر جميع القواعد الدبلوماسية. بعيدا كل البعد عن السياسة، أظهرت دراسة حديثة أن عظاما عثر عليها العام 1940 في جزيرة صغيرة في المحيط الهادئ تعود فعلا للطيارة الأمريكية إيميليا إيرهارت التي فقدت في المنطقة قبل 3 سنوات من ذلك التاريخ.
وقالت صحيفة الاتحاد الإماراتي أنه بعد نحو 8 عقود استخدم أستاذ علم الأناسة في جامعة تينيسي الأمريكية ريتشارد يانتز برنامجا معلوماتيا يسمى فورديسك لتحليل البيانات التي أخذها ديفيد هودلس عن العظام. كذلك أجرى بحوثا تناولت الملابس التي ارتدتها إميليا إيرهارت للتأكد بنسبة 99% أن البقايا التي عثر عليها تعود للطيارة. وأشارت الصحيفة إلى أن التفسير الخاطئ للبحوث السابقة يعود إلى أن علم الأناسة الشرعي لم يكن متطورا في بداية القرن العشرين. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور. إلى اللقاء.